مدة الأفلام قد إيه؟ دي بقى كان التحدي تاني. حضرتك عارف ان الاجيال الجديده يعني لو الحاجه تخطت ال3 دقائق بتبقى يعني خلاص هم عايزين. فهي الفكره ان ازاي في من 2 لـ3 دقائق نكون غطينا الموضوع بشكل يعني خليني اقول ايه سيمي اكاديميك وبروفيشنال. يعني هو ما هوش اكاديمي بتاع بصريا وفي نفس الوقت طريقه سرد لطيفه بالظبط كده. بالظبط كده حلو قوي. من 3 يعني اكتر حاجه 3 دقائق اكتر حاجه 3 دقائق. ولازم يعني يبقى في حاجه في الاول بتخطف يعني طبعاً. لما اجي اقول له تعرف الكفت، فناس كتير ايه الكفت ده؟ لا ده التكفيت اللي هو ازاي النحاس بيخش مع او معدنين بيخشوا في بعض. فابتدي اسرد بقى حدوته المعادن كلها والحدوته. حلو قوي. ومن خلالها تروح التراث مصر الطبيعي هي كانت الفكره ان كل حاجه ازاي نروح عليها يعني بمعلومه تجذب كمان تناسب الاطفال، يعني دي تبقى برضو جاذبه للشباب الصغير. والله الأطفال هي طبعا ممكن. نتيجه ان برضو المكتبه الحقيقه بتعمل فعاليات كتيره للاطفال وللناس والاحتكاك يعني المباشر لاكثر من حد في الطاقم اللي اشتغل ده في ورش فعليا مع الاطفال. ده برضو خبره ان ايه المفردات اللي نستخدمها، ازاي نقدر نصيغ المعلومه. خليني اقول ايه زي ما شامبليون كده فك الرموز بتاعه التاريخ، نفك التراث ده بشكل يكون مناسب للعصر من غير اي خلل يعني. جميل جدا. طب عايز اروح معاكي لجزئيه ليها علاقه كمان بمركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي. انتوا شغالين على مشروعات ثانيه غير ده؟ الحقيقه طبعا احنا يعني المركز يعني من سنه 2000 موجود. والحقيقه طبعا عدد المشاريع اللي فيه كانت يمكن الاول كان في حاجه اسمها بانوراما التراث الحضاري اللي بتعرض عليها ده، ممكن طبعا دي زيارات مفتوحه واستقبلت يعني ناس كتيره من المشاهير حتى الكبار جت تتفرج على زي خط الحضاره بتاعت مصر كلها بتتعرض على 9 شاشات تفاعليه. ده في المكتبه ده وده موجود. هو ده اساسا انتاج الكالتنات وموجود في مركز توثيق التراث. وطبعا انتاج ما هي دي كالتشر. أيوة ما هي جايه من كالتنات اللي هو مركز توثيق التراث. يعني الكالتشر انا حضرتها في المكتبه ولا حضرتها مش عندكم؟ هي حضرتها في المكتبه. ما هي موجودة في المكتبة طبعا. في المكتبة وفي في وموجودة عندنا، موجودة في الناحيتين يعني. اللي عايز يتفرج عليها في القرية الذكية في مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي هو مفتوح كل يوم من الساعة 8 ل 4. ده طبعا بالمجان لكل الجمهور يعني. ده حلو قوي. طب احنا دلوقتي هنعرض واحد من الأفلام عن مصر، حقبة مصر القديمة برضو، وهشكر حضرتك ونتفرج سوا على الفيلم. مرة تانية كل التحية والتقدير للأستاذة أميرة صديق، مسؤولة عن سلسلة تعارف ومدير المشاريع بمركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي. بشكرك وبهنيكي على سلسلة عارف وعلى الشغل اللي عملتوه. التحية لكل فريق العمل ومركز التراث الحضاري والطبيعي، ونشوف بقى جزء من إنتاجكم مع بعض، واحد من الريلز أو من الأفلام اللي تم إنتاجها بواسطة كمان مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي، وسلسلة جديدة من مكتبة اسكندرية عارف. عارف ان من 13000 سنه رسم الانسان المصري حياته الاجتماعيه على جدران كهف السباحين، وده في هضبه الجلف الكبير بالصحراء الغربيه اللي هاجرها بسبب التغير المناخي والجفاف ونزل لوادي النيل، وسعى انه يكون دوله وانطلق من الكوم الاحمر جنب ايدفو اللي طلع منها اول مرسوم للدوله المصريه الموحده. وبدأت حركة التعمير والبناء ببناء أول عاصمة في منف وأول مبنى بالحجر في سقارة، ووراها عجيبة من عجائب العالم القديمة، أهرامات الجيزة وبوصير بتعكس إعجاز البنايين والعمارة على مدار 8 أسرات حاكمة. بعدها ضعفت الدولة من الداخل ودخلت في عصر انتقال حوالي 400 سنة، لحد ما رجعت قوية في عصر الدولة الوسطى بمفهوم جديد اضاف لحضارتها وهو العدالة الاجتماعية والمشروعات القومية. ترع انشقت وطرق اتمدت وتبادل تجارة، مفهوم اعتمد على أهمية العمل. لكن بسبب الخلاف واجهت مصر درس شديد لكن مهم نتعلمه، وهو الأطماع الخارجية في ثرواتنا وأراضينا. دخل الهكسوس من حدودنا الشرقية، حكموا الدلتا ومصر الوسطى.
وانتفض الصعيد في حرب التحرير اللي انتهت بنصر مصري أصيل ومفهوم جديد للأمن القومي المصري اللي بيبدأ من خارج حدودنا. وبدأت الإمبراطورية المصرية اتدفرت القوى العسكرية والثقافية والاقتصادية في جديلة واحدة، وأوجدنا مفهوم معاهدة السلام، وامتدت حدودنا من بلاد النهرين للشلال الرابع، ووصل للحكم أسرات من أصول غير مصرية، ودخلنا في عصر انتقال ثالث، وحاولنا ونجحنا في فترات ننفرد بالحكم، لكن ظهرت قوة جديدة في العالم وهي الفرس اللي غيروا الموازين. 30 أسرة حكموا مصر القديمة، حضارة مصرية تكونت وقويت من 13 ألف سنة، اتحاورت مع الآخر وقدرت ترسخ جينات من الخبرات المتراكمة والقيم والأخلاقيات جوه الشخصية المصرية، بتظهر في الوقت المناسب.